من أهم مهام البرلمان وأبرزها رفع انشغالات المواطنين إلى السلطات العليا. ومن خلال برنامجنا من قلب البرلمان نحاول التطرق إلى أكبر عدد من الانشغالات التي تؤرق المواطن الجزائري سواء داخل الوطن أو خارجه، وكذا تقريبه الممثل في قبة البرلمان. تحية لكم مشاهدينا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي من قلب البرلمان وفي موسمه الثالث. نحن اليوم في ضيافة نائب المجلس الشعبي الوطني السيد مير محمد. سيد الفاضل، شكرا لك على الاستضافة. شكرا واهلا وسهلا وحالت ونزل بمقر المجلس الشعبي الوطني التي اصبحت انتم منه ولكم مكانه مرموقه لدى نواب المجلس الشعبي الوطني. فقط سيدي كنت ضيف البرنامج خلال الموسم الاول. الاول ورانا احنا متتبعي هذه القناه وانتم اصبحتوا ترافقوا النواب واصبحتوا من عائله المجلس الشعبي الوطني. شكرا لك استاذ بارك الله فيك. النائب مير محمد عن الدائره الانتخابيه سيدي بلعباس، هذه الولايه العريقه والمعروفه التي يعرفها كل مشاهدينا على الجزائر انوان. البدايه كالعاده ستكون بقطاع السكن، هذا القطاع الذي يعرف ارتفاع في وتيره العمل وتطور ملحوظ بولايه سيدي بلعباس، خاصه وان والي الولايه السيد سمير شيباني يقف بنفسه ويعين دوريا اقول المشاريع في كل بلديات ال52، وتعليمته كانت صارمه وواضحه، حدثنا اكثر. والله بلعباس كانت معروفة سابقا بالسكن التساهمي، كانت ولاية رائدة في هذا الأمر، إلا أنه بعد بعض السنوات عرفت بعض الركود خاصة في السكن التساهمي المعروف بالألبية، عرفت مشاكل وكاين بعض المقاولين وكما نقولوا احنا دي بروموتير، كانت جراء احتيالات المقاولين، احتيالات المقاولات، وأصبح المواطن يدفع ثمن هذه التلاعبات، إلا أنه بعد مجيء السيد ولي الولاية السيد سمير شيبان بالتعاون مع نواب الأمة أين تم الاتفاق أنه يجب على مشاكل وانشغالات مواطني الولاية في إطار السكن وخاصة السكن الترقاوي المدعم يخرج من الأدراج، وكان له صادة في هذا الموضوع. فقط سيدي مشاكلهم كانت تعدت العشر سنوات. السنوات وكان شهد لله أنه سيد قف وحرك الملف بالتعاون معنا وهو مشكور على هذا، إلا أن بعض ما زال باقي بعض المشاريع السكنية تتراوح، إلا نطلب من هذا المنبر أنه يلتف مع السيد الوالي ومع بعضنا ولازم نخلو كي نقولوا احنا بدرجه نبسطوا الامور، انه لازم نتفاهموا باش نروحوا للامام باش نقضوا على هذه المشاكل والسكن يستفيدوا منه مستحقيه الذي اكلتهم المصاريف الكراء. لهذا نتمنى نكون باش نطول الملف تاع الالبيه ونروحوا للبرنامج الجديد في هذا الإطار، كما نطلب من ما تخفاش عليك أن الولاية استفادت من عدة برامج سكنية جديدة وراها في طريق الإجراءات، أين كان تجاوب مع البلديات خاصة مقر بلدية الدوائر الكبرى كما على سبيل المثال سفيزف بن بادي سلاغ اللي استفادت من حصة ليس معتبرة برنامج، لأنه أن المشكل الذي يعيق السلطات الولائية أنه يوجد بعض البلديات ليس لها وعاء عقاري لاستقطاب هذه المشاريع. وتعليمات السيد رئيس الجمهورية في هذا الإطار والوزارة الوصية أنه يتم منح مشاريع في إطار توفر الهوية العقارية. لهذا خاصة نحن التمسنا في هذا الإطار ونورنا نعمل عليها أنه يتم إلغاء التعليمة الثالثة التي تاع المنفعة العامة، لازم هذه التعليمات التي أرهقت بعض البلديات وأصبحت تستفيد من برامج الساكنة بسبب هذه التعليمة تاع الأراضي الفلاحية. لهذا نطلب إعادة النظر أو إعادة صياغتها أو كما كان عليه سابقا العمل عليه يولي تاع نزع المنفعة العامة واسترجاع الأراضي، هذه تكون على المستوى المحلي للولات لمعالجة الأمور بدل من على يعني تكون من صلاحية الولايات. أيام قليلة أيضا تفصلنا عن ذكرى غرة نوفمبر، فهل سيتم الإفراج عن قائمة الطعون وهل سيكون هناك توزيع للسكنات بهذه المناسبة؟ كاين توزيع سكنات، إلا أنه ما تخفاش عليك الطعون المواطن العباسي انه خلال توزيع السكنات السابقه مازال يطمح هذيك يقول باللي فتره الطعون. لازم يخفل المواطن الجزائري بصفه عامه والعباسي انه كل برنامج سكن لما يتم توزيعه له فتره طعون ويتم دراسه الطعون، لما يتم على القائمه النهائيه ما تبقاش طعون، ينتظر
التوزيع البرنامج القادم. يعني ملف الطعون طوية بالنسبة لهذه الفترة. طوية، ما تخفاش عليك أن الطعون كانت على هذه الحصة، وذيك الحصة توزعت واستفادوا منها المستفيدين بالأخر، استفادوا من سكناتهم. لهذا نظن هذه الطعون ما زالت ذيك الفكرة، الطعون يبقى الطالب تاع المواطن يبقى في الدراسة على مستوى اللجنة الدائرة، ولما يتم توزيع الحصة المعتبرة ربما تكون في حدود حسب المعلومات المستقات لدي أنا تكون في حوالي 800 ولا 1000 بعد إتمام برامج سكنية المجهزة ببلدية تلموني. نظن تكون حصل بالعباس يستفتق منها المواطن العباسي إن شاء الله في شروط قانونية حسب المرسوم التنفيذي 08142. إن شاء الله. تحدثتم عن السكن الاجتماعي، عن السكن الترقوي المدعم ألبيا، لما لا نسلط الضوء هذه المرة على السكن الترقوي العمومي ألا وهو ألبيبي، بالرغم من أن هذه المشاريع بصراحة لم تكن بحجم المبالغ المالية، للأسف لم تكن عند حسن ظن مكتسبيها، إلا أنه ساكن ألبيبي عند مواجهته لمشكل ما فهو يتخبط بين الإدارة المعنية، لماذا لا تكون من وصاية المديرية السكن أو مديرية التجهيز؟ والله ما تخفاش عليك ان هذه كاينه دي بروموتور بريفي كيما يقولوا التقاعد المدعم الحر، هذاك المواطن الذي هو فيه شروط على حسب المرسوم التنفيذي انه يفوق الدخل الاجمالي 10 مرات انه يتجه الى الترقاوي الحر. يبقى هنا على المواطن انه لما يتصل بالمرقي العقاري لازم قبل الاستفادة يطالع على دفتر الشروط، أصبح المواطن يجهل يحوس غير على السكن، ما يطالعش على دفتر الشروط التي تنص عليه وللحقوق تاعه والواجبات تاعه. لهذا نطلب من هذا المنبر أن المواطن يكون له الوعي الكامل في قبل اقتناء سكن يطالع على الأمور اللي خاصة به. زيادة هذا الحر الترقاوي الحر ماهوش متناول الجميع، ماهوش متناول الجميع. حنا المتناول الجميع هو الألبيا، انه الألبيا بالقرارات الاخيره لسيد وزاره السكن وهم شكون انه اصبح السكن الترقاوي المدعم يمنح للمؤسسات العموميه. لهذا اصبح المواطن ثقه كبيره كما اديال مثلا، المواطن ولا يدير ثقه انه مؤخرا في بعد فتح عدل حتى التسجيلات كانت ضخمه. اكيد لكن سمحني استاذ نظن انه ما فهمتنيش، انا قصدي انه ساكنه ال بي بي الناس الذي ساكنه في المشروع ال بي بي عندما تواجه مشكل لا تجد من يحل هذه المشاكل، فالاداره عاده ما تعتذر عن هذه المشاكل. واخ ما تخفاش عليك انه هو يتجه مباشره للمرقي العقاري، والمفاهمه تكون مع المرقي العقاري، الاداره ليس لها دخل. المرقي العقاري هي يقتنع قطعه ارض وينجز عليها سكن ترقاوي حر، وهو المواطن مباشره معه. صافي دير هذا كي يبقى المشكل الاداره ما لهاش همزه وصل، يبقى طرقت لك في الاول انه لازم يكون على المستفيد المواطن الذي اقتنى في اطار هذه توفر الشروط لازم يطالع على دفتر الشروط بينه بين المرقي العقاري حتى يعرف حقوقه والواجبات تاعه في هذا الاتجاه. الاداره ليس لها دخل، نقف عند هذه النقطه. اخر شكوى كانت مقدمه من احد العائلات الساكنه بمشروع ال بي بي، تقربت تقول انها تقربت مرارا وتكرارا لرئيس المصلحه او ام بي سيدي بالعباس لاحاطته، علما ان المنزل الذي اسفلها وهو منزل شاغر بات مصدر للقاذورات وما زادت طلبا. لا أقول أن الجدران بشتى أنواعها استوطنت هذا المنزل واتخذت من منزل هذه العائلة ملاذا لها، أصبحت تهدد حياتهم النفسية والصحية. والله في مثل هذه الحالة، في هذه الحالة الاتجاه للعدالة، تتجه للعدالة والعدالة لها. لكن هل نسميه هو تقاعس من طرف الام بي؟ تقاعس بالطبع، ما دام منح سكن ومسكن المواطن ولم يستغله اصبح السكن معرض لاي حاجه لاي امر، ما غاديش نشوفوا فيها حنا حتى لبقى جدر، ربما نشوفوا امر اخر اللي ما نجوش نتكلموا عليه هنا. الاشاره فقط في نبقى في هذه القضيه، رئيس المصلحه كان له تصريح مع هذه العائله انه لماذا الت بصريح العباره او بالعاميه، علاش ما تقدروش تعيشوا مع الجردين؟ ما رايكم في هذا؟ والله من هذا المنبر اذا كانت هذه العائله تسمح فيها على المباشر تتصل بها. لا نظن أنه تم حل هذا المشكل من طرف مصالح البلدية رغم أنها ليس خارج صلاحيتها. صلاحيتها كما قال لك نوعدك
خلال من بعد نزولي الى سيدي عباس سوف اقوم بهذه الزياره بهذه العائله ونشوف النظر، واذا تطلبت عليا سوف نرفع الانشغال لدى السيد وزير السكن. إن شاء الله بحول الله. ومن السكن نعرج إلى التربية، عدة مؤسسات تربوية تعاني من الاكتظاظ. هذا المشكل لا أظنه في ولاية سيدي بلعباس فقط، وإنما في عدة ربوع ولايات الوطن. ما تعليقكم؟ والله نعطيك على مستوى الوطن، لا كاين بعض الأقطاب سكنية أنجزت بدون أخذ بالاعتبار المؤسسة التربوية، وأنا شخصيا وطالبت من السيد وزير السكن وأنه لما يتم إنجاز واختيار أرضية لأقطاب سكنية، الأقطاب السكنية لها تفوق أكثر من 3000 ولا 4000 سكن، وكي نروحوا بالمعدل أنه لو نعملوا أنه لكل سكن له طفلين، مثل في 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 ولاية سيدي بلعباس مثلا، ناخذوا سكن حي عدل تاع 1200 تاع 1000 بليس 1000 بليس 1200 عينة، تلقي أنت لو كان نديروا طفلين في كل عائله في العدد اللي موجود في العدد السكنات 3200 ضرب في 1900 راها في 6000 تلميذ يزاولون دراستهم. لهذا احنا طلبنا لازم لما يكون قطب سكني، لما ينطلق الانجاز في القطب السكني ينطلق معها المؤسسات التربويه، لما يتم الانتهاء من السكنات وتسليم المفاتيح للمستفيدين، المستفيد هذاك الحي والساك والقاطن بذاك الحي يجد كل المؤسسات التربويه متواجده بدلا من تحويلهم وفك الضغط على المؤسسات التي تكون بجانب ولا محاذيه لهذه الاحياء. وهنا اصبح الاكتظاظ لغو. وزياده ما تخفاش عليك، لما السكن لما يوجد السكن القطب السكني ومن بعد يقطنه يتم منحه يمنح السكنات للمستفيدين، والمؤسسات لم تنجز تطول، ربما كان مده الانجاز تلحق 24 ساعه 24 شهرا اي سنتين، هنا هذه السنتين ذيك المؤسسه يكون عليها عيب. وهنا نقطه مهمه انه يؤثر حتى على المستوى الدراسي للتلاميذ، خاطر حتى المربي الاستاذ لم يقب بمقدوره باش يمد في القسم اكثر من 45 تلميذ ولا 50 تلميذ. لهذا هذا المطلب طلبته انا شخصيا وناولته ومع السيد وزير السكن والحق وعدني في هذا الامر، الا اننا نشوف فيها كاينه بعض الذبذب. هي لازم ما دام تكون دراسه مهمه انه لما يتم انجاز قطب سكني يتم انجاز بكل المرافق التجهيزات العموميه وخاصه المؤسسات التربويه والصحيه والاجتماعيه لهذا الحي، حتى ذاك الحي يكون مهيئ بكل جوانب ويكون فيه كما نقولوا احنا متكفل ب يكون تكفل به من جميع النواحي حتى المواطن يكون في اريحيه. نتمنى انه قطاع التربيه والتعليم يحدو حذو التعليم العالي والبحث العلمي والعينه جامعه سيدي بلعباس التي اصبحت من اولى الجامعات. قبل حديثنا عن جامعه سيدي بلعباس نود ان نعزي مدير جامعه جلال اليابس اثر وفاته والدته رحمها الله. والله اقدم له تعازي ثاني كذلك، نقولها ان الله وانا راجعون، وكي نقولوا احنا الله يصبره ويصبر العائله الكريمه. اللهم امين. حدثنا ايضا عن جامعه سيدي بلعباس. سيدي بلعباس جامعه سيدي بلعباس معروفه، جامعه بلعباس معروفه بنخبها باساتذتها بهذه والمكانه المرموقه للجامعه اللي اصبحت لها مكانه، وهو متجلى حتى في لجنه الابتكار اين اشد بها السيد وزير التعليم العالي سي كمال بدري، نشكره جزيل الشكر على هنا. انا اصبحت بلعباس وجامعه بلعباس مثل يقتدى به من ناحية الابتكار من ناحية البحث العلمي. لهذا نتمنى الجامعات تلتحق بركب جامعة سيدي بلعباس إن شاء الله، وهذا شرف لي أنا من خريجي جامعة سيدي بلعباس جلال اليابس. أيضا الصحة تحذو حذو جيد وتمشي بسيرورة جيدة في ولاية سيدي بلعباس، شفنا عدة تطورات على مستوى عدة مراكز استشفائية. والله الصحة في بلعباس كان ينقصها مستشفى جامعي يليق بهذه الولاية العريقة، إلا أنه تم رفع التجميد عليه وتم طلب إعادة تقويم الدراسة، وسوف ينطلق عن قريب في انطلاق المشروع تاع 500 سرير، أينما تم اختيار له الأرضية المناسبة التي تعطي رونقا لولايه سيدي بلعباس. وأين سيكون الوعاء العقاري؟ الوعاء العقاري انت في الطريق المؤدي الى بحيره سيدي محمد بن علي، اين كانت
قاعدة الحياة الخاصة بالسكة الحديدية تاع شارق غرب تاع الاخر، هذيك الارضيه اللي راها مخصصه وتكون قريبه للبحيره. وهنا هذا الموقع موقع استراتيجي هام حتى يصبح بحيره محمد وتولي منتجع لزائري هذا المستشفى. إن شاء الله، ونتمنى الشفاء لكل المرضى ومرضى المسلمين. ولضمان صحة المواطن وجب توفير المياه. خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، وجه السيد سمير شيباني والي الولاية تعليمات صارمة لمدير الموارد المائية بخصوص الصهاريج التي تقوم ببيع المياه البلاستيكية، وهي ظاهرة غريبة عن ولاية سيدي بلعباس ونحن على أبواب سنة 2025. والله ما تخفاش عليك انه بعد ما تخفاش ان الجزائر مرت، وخاصة الجهة الغربية مرت بجو حار وعرفت جفاف لمدة أكثر من نقولوا احنا مدة طويلة، اللي ملي نقولوا أكثر من 7 سنوات أو 10 سنوات ما كانش. وليت سيدي العباس تزود من طرف سيدي العبدلي من البراج تاع سيدي العبدلي، إلا أنه كانت بالعباس تعاني معاناة كبيرة من تزويد المياه بمصالح للشرب رغم المشاريع المنجزة. وما تخفيش عليك أنه بعد الجفاف الذي ضرب المنطقة انقصت المياه رغم هذه. وما كانت السيد رئيس الجمهورية ونشكره جزيل الشكر أين تم رفع الانشغال، وتم اجتماع مجلس الوزراء المنعقد ب 20 جوان 2024، أي تم منح مبلغ هام لولاية سيدي عباس أين تم ربطها بالمياه التحلية تتقن من ولاية عين تموشنت من الهلال، الذي سوف ينطلق في الأيام القليلة القادمة بعد قيام بالإجراءات القانونية. هنا التعليمات صارمة سيد الوالي في هذا الإطار، وانك ما تخفاش أنه لم يمنع منعا باتا تزويد المواطنين بالصهاريج حتى لم تعرف أين الموقع التزويد تاعهم ومن يجيب، مصدر مجهول، مصدر مجهول. هذه المواطن فيك تبقى على عاتق المواطن، زيادة حتى المشروع ينتهي ربما في خلال بداية خلال قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025. وهنا تولي بالعباس في غنى عن مشاكل المياه، وأصبح المواطن العباسي يتزود بالمياه لما نقولوا حنايا يوم بعد يوم أو لما نقولوا يوميا. إن شاء الله نأمل ونتفائل خير مع سنة 2025. ولأجل بيئة نظيفة ومستدامة، تقوم مؤسسة نظيفكم بتكثيف حملات التنظيف الهادفة لتجميل المناطق السكنية وأيضا تعزيز الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة. ومن هذا المنبر نشكر مؤسسة نظيفكم بمديرها وكل عمالها وأيضا كل مهندسي النظافة في شتى ربوع الوطن. ونحن نتكلم عن النظافة، هناك عدة نقاط أيضا سوداء لا تتحمل مسؤوليتها لا نظيفكم ولا البلدية. نأخذ العينة من شارع المقطع، هذا الشارع الذي يقابله مقر إقامة الوالي، الشارع الذي يعتبر قبلة العائلات وزائري الولاية. المساحات الخضراء به باتت ملجأ للمعصية، أكرمكم الله. الأطفال لا يمكنهم اللعب داخل العشب وهذه المساحات الخضراء لأنه خطر عليهم. ما تعليقكم ومن يتحمل المسؤولية؟ هل انعدام الرقابة أو انعدام السلطات الأمنية؟ والله أخت إكرام، أنها أولا تبقى ذهنية المواطن الجزائري. لما الدولة الجزائرية تصرف أموال طائلة على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، ومن بينها خلق فضاءات سياحية، فضاءات ترفيهية للمواطن حتى يكون في أريحية، لما المواطن هنا يبدأ التهديد، حتى مصالح الأمن تقوم بدوريات، وحنا نعرفوا ما تخفاش عليك لا قامت بالدوريات، هذاك المواطن ينسحب من هذاك المكان ويعاود يرجع. تبقى ذهنيه المواطن، لازم المواطن تكون له مشاركه فعاله في المحافظه على هذه المكتسبات التي اصبحت ترهق المسؤولين، يقوم بعمليه الترميم. المسؤول حتى لازم باش يخمم باش يخلق فضاء جديد يولي يصبح باش يعاود اعاده الترميم. ولهذا أننا نطلب من المواطنين يكونوا لهم وعي والتبليغ والمصالح الأمر في هذا الإطار، راه موفرة كل المستلزمات حتى داروا الرقم الأخضر للتبليغ على هذا الأمر. وهذه ما تخفاش عليك أنك بنت هذه الولاية العريقة، أنه كانت مقصد المواطنين من جل حتى الولايات المجاورة، وأصبحت هذيك المقطع اصبحت نموذج حتى بعض البلديات والولايات المجاوره اخذوا بها ادوها كعينه نموذج باش يعملوا عليها. الا انه رغم انشاء وكمؤسسات ليبيك بلديه ولايه لقيام بعمليه هذه، لا ما تكفيش، لازم يكون وعي المواطن بالدرجه الاولى حتى الدوله وصفه عامه
كي نقول الدولة فيها البلدية الأولى تصرف أموال باهظة الآن بدون ذهنيات وتغيير مواطنية المواطن الجزائري، ما نجموش نتقدموا للأمام. لازم المواطن يكون عنده مشاركة فعالة والمجتمع المدني بشكل فعالة في المحافظة على هذه المكتسبات. يعني هي مسؤولية المواطن في حد ذاته. نبقى في هذه المساحات الخضراء وفي الأماكن السياحية والترفيهية، هل ستكون هناك مشاريع ترفيهية تدخل حيز الخدمة لفائدة ولاية سيدي بلعباس؟ والله ما تخفاش عليك، خلال زيارة السيد وزير الداخلية والجامعات المحلية والتهيئة العمرانية السي إبراهيم مراد خلال شهر جوان الفارق، تم ملح مبلغ إضافي لهذه الولاية، ومن هذا المنبر نشكره جزيل الشكر على التفاته الطيبه ومكانته سيدي بلعباس لدى السيد الوزير، اين تم منحه. كان خرج السيد الوالي اختار بالك السيد الوالي في الاختيار طرح حتى اكثر من 10 اماكن ولا 15 اماكن مكان لاحتضان نفس كما نقولوا احنا اللي اصبحت ولايه بلعباس معروفه بلا مقطع ا ومقطع دو، احنا رانا ندور في مقطع ثالثه لجانب الموقع تاعها غير ثم في سيد جلالي الجديد من جهه ال 400 سكن هذيك، راهم داروا لا مارتا اختاروا الاختيار ارضيه مليحه سني وتالوا دراسه مو رائعه تكون قبله ثانيه للمجتمع العباسي ان شاء الله. وبحديثنا عن العمل الوزاري وباعتباركم من اهم النواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني واكثرهم ورفعه على ولايتكم، هناك اكيد عده مشاريع كنتم قد رفعتم عليها داخل قبه البرلمان، تم تجسيد البعض منها، حدثنا عن هذا عنها. والله من هذه المشاريع مشروع تاع تزويد ولايه ساكنه سيدي بلعباس بالمياه التحلية من بولاية عين تموشنت الذي كانت المبلغ أكثر من 653 مليار، زيادة هذا مشروع هام، زيادة مشروع تاع 500 سرير أين تم هذا في الأيام القليلة القادمة أو قبل نهاية السنة سوف ينطلق في الدراسة، وهو إعادة تهيئة واعتبار لملعب 24 فبراير. الإشارة فقط هي مشاريع وأمور كنتم رفعتم عنها وتوجهتم إليها وتحدثتم كثيرا مرارا وكثيرا منذ دخولكم قبة البرلمان. هذا واجبي، ومهما قدمت الوليد سيدي بلعباس ما نكفيش. زيادة قبل أن مشروع تاع 24 بلعباس وجامعة الاتحاد بلعباس كان ينتظره، سوف تكون بشرة خير، يكون الصعود من نصيبنا هذه السنة، والاحتضان تكون بداية السنة القادمة إن شاء الله هيكون بالك كملوا من الإجراءات، هذه راهو الإجراءات اختيار المقاولات راها على وشك الانتهاء، وتكون ربما الموسم القادم نحتضنوا هذه اللقاءات والمباراة تاع في القسم لما يتم الصعود. زيت كان مشروع الذي رفعنا عليه كثيرا وكثيرا، وهو الطريق الوطني رقم 13 رابط بين ولاية سيدي بلعباس وراس الماء مرورا بدائرة الله أي الولايتين المتدابتين، وهذا الطريق له صلة حتى بالجنوب الغربي بولاية نعامة البيض بشار، أينما تم تسجيل المشروع وتم اختيار المقاولات، وربما قبل نهاية الشهر أو بداية الشهر سوف يضع السيد الوالي انطلاق المشروع تنصيب المقاولات، ونحن نتمنى من هذا المنبر السيد وزير الأشغال العمومية يتكرمنا بزيارة ويقوم يكون معي يشاركنا في الفرحة تاع انطلاق هذا المشروع الهام إن شاء الله. وهذا العمل لم يأتي بهاتا ولم يذهب سودا حتى لقبتكم ساكنة سيدي بلعباس بأسد سيدي بلعباس، حدثنا عن هذا اللقب. والله سيدة أنا أولا هذه التسمية أنا لا تبقى شهادة لي وفخر لي لما المواطن يشجعك المواطن يسميك بهذه الاسامي يلقبك بهذه الاسامي، الا انه انني نقولها عده مرارا وتكرارا سيده اكرام، ان نبقى انا مواطن بسيط ونائب بسيط ونقدم الخدمه لولايه سيدي بلعباس، ومهما قدمت بلعباس عريقه والمواطن هذاك مهما قدمت له الا انه انا نحس في نفسي انه لما قدمه للكثير لانها المسؤوليه امانه وخزي وندامه يوم القيامه. نبقى في المسؤولية والحديث عن المواطنين، قناة الجزائر أنوان نزلت إلى شوارع سيدي بلعباس ورصدت آراءهم في النائب البرلماني مير محمد، نتابع مع الزميل الأحسن الهاشمي ماذا قال مواطنو سيدي بلعباس عن النائب. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنا نشكر هذه القناة اللي أتاحت لنا فرصة باش نتحدثوا على الأخ محمد مير
اللي هو يعتبر من خيرة أبناء سيدي بلعباس، إنسان مثقف طيب. أنا سمعت الصدى تاعه وصلني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. كانت عندنا عدة مشاكل في ولاية سيدي بلعباس، كنا متوقعين إذا من خلال صوته استطعنا أن نوصلوا الانشغالات تاعنا للعاصمة عوض باش نتنقلوا ولا نكتبوا مراسلات، ولا هو كان له الفضل باش يوصل الانشغالات تاعنا، ونشكره بارك الله فيه. لا فيما يخص جهة التعليم ولا في أبناء الجامعة اللي كانوا عندهم مجموعة من العراقيل، نشكره ونتمنوا أنه يواصل وأنه ينفتح أكثر ويوصل فئة كبيرة من مجتمع العباسي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشهد شهادة حق على الأخ والزميل والأب محمد مير. هذا الرجل والله رجل وطني، نقدر نقوله 100% رجل وطني والله العظيم. والله نعرفه وقف مع ناس، وقف مع مساكين، عاد وين كان المشاكل في البلدية تنلقوه تما. والله العظيم إلا شهادة، هو أفعاله هي اللي تشهد عليه. والله العظيم إلا إنسان نحسبه كذلك ولا نزكو على الله أحدا. والله رجل مناسب في المكان المناسب. هذا أمير محمد، هذا عرفناه في الخير. والله سبحان الله العظيم قضى لنا واد الحوائج للمساكين، وما سبحان الله كي قال لك فنجان تاع قهوه ما يبغيش يشربه، يقول لك انا راني نخدم لوجه الله وللوطن. والله زعما احنا نتمنوا له، شوف أمير محمد نتمنوا له الرقي والمنصب تاعه هذا اللي راه فيه قليل عليه. والله العظيم نتمنوا له يزيد يرتقي الاحسن في الاحسن، والناس والله العام والخاص يعرفوا، سبحان الله عوام يعرفوا، عوام كاع خاطي يعرفوا. كنا نسالوهم عليه يقولوا لنا نعرفوا سبحان الله. والتدخل تاعه في البرلمان غنيه عن كل تعريف، والله يجازيه كل خير عنا خير الجزاء، والله يبارك فيه ان شاء الله. السلام عليكم. معكم السيد مقري عبد الرحمن من دائره عين البرد. بخصوص نائب البرلماني محمد مير، تحاكينا معاه واحتكينا معاه وطرحنا عدة انشغالات، والله العلي العظيم وشهادة لله منه عرفنا المسؤول المخلص للوطن، وكانت رايحة لنا ذيك الثقة تاع المسؤولين زعما هكا ما يتواجبش مع المواطن، وقال منه والله أنا استرجعت الثقة. يتواجب معانا في أي وقت تعيط له يرد عليك، ما تعيط له هو وما يهش عليك يعاود لك. جرنا على في دائرة عين البرد على مستشفى 60 سرير، ودار مراسلات للوزارة وراهم واجبوه بإذن الله إن شاء الله راه في الطريق الصحيح. وبصفة عامة الأخ محمد مير نعم الرجل، رجل مخلص. وعادي نختصرها في جملة، والله منه هو استرجعنا ديك الثقة تاع المسؤول المخلص للوطن تاعه، ورانا دايرين فيه كامل الثقة. ونتمنى هذه شهادة لله، ماشي زعما راني نزكي فيه ولا عندي مصلحة ولا. أنا شت عائلة تبيت في الشارع وقف معاها تا آخر لحظة وحتى اللي يسكن تما. هذا نموذج للمسؤول المخلص للوطن تاعه الناجح، ونتمنى له مزيد من النجاحات، وهو ولأي واحد عنده نية بيخدم الوطن منا ندعو له ربي يوفقه. السلام عليكم. أنا مواطنة من سيدي بلعباس، جيت اليوم باش نشهد شهادة الخير للنائب البرلماني محمد المير. تعرفنا عليه عن طريق التواصل الاجتماعي فيسبوك لاباج تاعه وكاع، لقيناه الحمد لله وصل بزاف رسائل، ماشي رسالة واحدة ماشي زوج، بزاف رسائل وصلهم للوزارة، وهضر على الشباب الحمد لله كان كفؤ، كان ما شاء الله وصل بزاف رسائل. كانت الناس ما قدتش توصل لهذاك المكان وتوصل هذيك الرسالة عن طريقه هو اللي وصلنا، الحمد لله وصلنا بزاف دي ميساج. شكرا للأستاذ لحسن الهاشمي ممثل قناة الجزائر أنوان بولاية سيدي بلعباس. سيدي الفاضل ما رأيكم؟ والله هذه تبقى شهادة لطرف هذو هو المواطنين، وأنا أهتز بها
لكن هذا يبقى تقييم أي نائب أو أي مسؤول يبقى من اختصاص المواطن، والمواطن هو الذي مرآة النائب أو أي مسؤول. لهذا احنا نتمنوا نكون قد المسؤولية ونكون قدينا الواجب، رغم أنا مهما قدمت أن أحس لم أقدم الكثير ولم أقدر ما كان المطلوب مني. لهذا نحاول على قدر الإمكان نزيد نواصل على نفس الملوان حتى نتمنى إتمام المهمة التي كلفت بها، والذي كان كما نقولوا احنا ربي والصالحين أنه وفقوني باش نكون في هذا المنصب لتقديم الإضافة لهذه الولاية العريقة التاريخية المعروفة بنخبها وبعلمائها وبكل ما يشتهيه هذه الولاية التي كانت لها مكانة مرموقة. احنا نتمنى بولاية ابن عباس تعيد بريقها القديم، لما كان يقولوا احنا ابن عباس وقت فات يكونوا كان يقولوا الولاية كانت مسمات الباريس، باريس الصغيرة، لكن انا لا اقول هذا ما انا نقول ابن عباس معروفة بتاريخها وعلاقة نخبها. بالتوفيق إن شاء الله، وككلمة ختامية ورسالتك لساكنيك وفئتك المنتخبة. والله أولا نقول قبل نهاية السنة نقول لهم ربما كي نقول احنا بالدارجة بكر شوية نقول ساكن سيدي العباس عام سعيد، كل عام ولية سيدي العباس وساكنته في أحسن الأحوال. نتمنى من ساكن سيدي العباس أن إذا رأوا في أي خطأ ينبهوني ويقوموني، وراني في خدمة ساكن سيدي بن عباس إلى آخر يوم من عدتي إن شاء الله. النائب البرلماني مير محمد الملقب بأسد سيدي بن عباس، كنت ضيفي اليوم وضيف برنامج من قلب البرلمان على قناة جزائر عنوان، دمت في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء. شكرا أختي إكرام، وشكرا. شكرا لك أستاذ. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وإياكم لنهاية عدد اليوم من برنامجكم الأسبوعي من قلب البرلمان. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم إن شاء الله، ضيف جديد وموضوع متجدد، نفس التوقيت نفس القناة. إلى اللقاء.